نحن نعتقد أن عودة السيد بايدن للاتفاق يعني الاتفاق لم يكن صالة أو غرفة الذي سيكون بايدن خارج هذه الغرفة أو الصالة والآن يدخلها. العودة يعني تطبيق الالتزامات. إذا ما طبقوا التزاماتهم فإن طبقوا التزاماتهم عند ذلك يعني ما كانت التزاماتهم في الاتفاق وترامب خرج منها يجب أن يعودوا لها. اثنين، المقاطعات التي فرضت علينا والحظر الذي فرض بعد الاتفاق هذه يجب أن يلغوها كلها، يعيدوا الأمور إلى نواصبها وبعد ذلك عادوا، هذا يكون عودتهم. إذن بعد عودتهم هذا يجب أن نصل إلى ذلك الوقت الذي نطالب به الأضرار التي تحملنا، عليهم أن يسلموا أضرارنا ونحن لن نتراجع قيد أمولة عن الأضرار التي لحقت بنا جراء هذه الأضرار وهذه الحظر الذي فرضوه علينا بعد توقيع الاتفاق، ونحن لن نسمح لأي شخص أن يتحدث أو يتفاوض فيما يخص قوتنا الدفاعية الرادع فيما يخص الاتفاق وقاود خارج الاتفاق أو حول الاتفاق أو خارج الاتفاق. وإذا ما كان هناك مفاوضة يكون تعقل، وأول يجب يكون القدرة الصاروخية والدفاعية الأمريكية والغربية يجب أن تزال، وبعد ذلك يزيلوا قوة الدفاعية والصاروخية الإسرائيلية وبعد ذلك يتحدثوا معنا. البعض يعتقد بأن طهران تحتجز هذه السفينة كي تضغط على سئول لإفراج عن الأموال المجمدة لها في سئول، هل هذا صحيح؟ كلا، لكن الكوريين إذا حقيقة التزموا بتطبيقاتهم والتزموا العقل وحرروا وأطلقوا سراح أموالنا وأرصدتنا يعني يثبتوا حسن ظنهم وحسن ترتيب عملهم أيضا، هذا حسن الظن يمكن أن يبعث الأمل في الجمهورية الإسلامية أو يشوقها أن تفكر الجمهورية الإسلامية بمساعدتهم لتحرير السفينة.